السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيعنا فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر، وخاصة في القانون التجاري المغربي. وسنعرض في حصتنا هذه موضوع تحت عنوان النزاع الحاصل بين أصحاب الامتيازات الخاصة، بعد ما شفنا في الحصة السابقة النزاع الحاصل بين أصحاب الامتيازات العامة. وقلنا أن الأصل التجاري يعد منقولا، وكي تكون واحد من مجموعة ديال واحد العناصر هي مادية ومعنوية اللي كتشكل في مجموعها مالا قابلا لكافة أوجه التصرف، من بيع وراء وتقديم كحصة في شركة وإدارة حرة، مع الإشارة أنها كتستبعد من عناصره العقارات. وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يحصل بشأنه نزاع بين الدائن المرتهن وكذلك والحاصل على امتياز على العقار. كذلك ما يمكن إضافته هو أنه لم تتطرق مدونة التجارة سوى للنزاعات التي يمكن أن تقع بين الدائنين المقيدين، حيث تشير المادة 122 على أنه لا يتبع الامتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد. ففي باقي النزاعات يجب حلها بتطبيق مقتضيات خاصة، وفي أحيان أخرى طبقا للمبادئ العامة. وكيبقى هذا النزاع الحاصل بين أصحاب الامتيازات الخاصة هو الرجوع أو المرجع، هو استنادا إلى مقتضيات المادة 365 من مدونة التجارة في باب ران أدوات ومعدات تجهيز، أي الران دون تخلي عن الحيازة. فإن امتياز الدائن المرتهن على الأموال المتقالك هو اللي كيمارس بالأفضلية مثلا على امتياز بائع الأصل التجاري اللي كيدخل المال المتقل في استغلاله، وكذا حتى الامتياز ديال الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور. وعلى العكس من ذلك مثلا، واعتمادا على نفس المادة ديال 365 اللي ذكرناه، فإن هذا الامتياز ديال مصاريف المحافظة على الشيء مثلا اللي كيمارس بالأفضلية على امتياز الدائن المرتهن على الأموال المتقالة، غير أنه يجب على المنتفع من الرن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذي أن بالعكس عن أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق واحد المقتضيات ديال قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن، وكيوجب عليه إنجاز هذا التبليغ تحت طائلة البطلان خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن بطبيعة الحال. وكيبقى أن هذا الامتياز المؤجر على المنقولات التي تؤتت العين المؤجرة هو كيتمارس بالأفضلية على امتياز الدائن المقيد، ما دام أن عقد الإيجار قد أبرم بين فترة سابقة على تقييد الدائن المرتهن في السجل التجاري. إذن إلى حدود هذا العنصر الأخير أو المفهوم الأخير كنكون وصلنا لختام العرض، على أمل اللقاء بكم عبر قناة يوتيوب تيخزري جعفر. ولا يفوتوني أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.